اليوم نطالبوا بالوقفة الاحتجاجية للحكومة، تفعيل التعاودات والمحاضر الجلسات السابقة، وتفعيل القانون من الدستور التونسي الفصل 40 ينص على التشغيل. لكن هذا كله ما صارش. اعتصام عنده تو 5 سنين، معناتها دائما يمطلوا فينا، مماطله مع مماطله مع مماطله مع وزير النقل وزير التشغيل مع الوالي مع المستشارين، ما صار من حتى دائما يماطلوا. تنخدموك 5 سنين وحنا قاعدين، تيخدموك وتيخدموا. احنا اليوم عملنا وقفه الحديجي مش صعده، مش هذه اول تصعيد، لكن التصعيد مازال. ونزيد نعلم الحكومه انه اعتصام الكرامه راه صامد ومش باش يفك خلص باذن الله. سيد الحامدي ممثل اعتصام الكرامه لاعتصامات بالكسر، ان نطلب من السيد رئيس الحكومه يراعي التحرك اللي تحركناه مع المسؤولين الكل كمعتمدين ولات سالجان محامين مجلس النواب نواب الشعب كلك ووزراء واخر محطات اللي وقفنا عليها اللي هي سيد الوزير المكلف كمال الجندوبي واللي جان مع رئيس اللجنه سلوى لانجر ورئيس الحكومه، ونطلب منه انه هو يطلع على ملفنا في مكتب العلاقه مع المواطن بالقصبه برئاسه الحكومه. نطلب منه انه هو يحل لنا المشاكل نتاعنا ويفعل لنا الوعود نتاع 2011، وان هي التزام دوله بالتشغيل للفريق الغائب المعتصمين.